كانت أهمية كبرى وتفرز اللاعبين الكبار شخصيات كبيرة لتبقى في مثل هذه هي متعة كرة القدم. الأجواء مشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين أبناء المشجعين، أن يكون جزء بابي عطية ضربة رأسية. كان على وشك استغلال هذا الخطأ. وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء، وحتى لحظة لا نبذ بتفوق فريق على الأرض.
The attendance for this match was 72,306. Substitution. البرتغال والركنية الثانية في المباراة والخصم بدون ركنيات حتى الآن. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. كازيميرو. يا أرتم ها هي الكرة داخل الشباك. البرتغال قاموا بالأخذ هدف التعادل. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات استغلال فرص بشكل أفضل. يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. نيمار قابل جيسوس. 6 minutes has been indicated. تونالي يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم. أوديغار في هذا الوقت المثالي يستعيد الكرة بشكل سريع. بيدري